السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم اليوم بمقطع جديد معي ادم. كان معي بالمقطع الماضي هو ودافيد توأم. راح احط لكم المقطع فوق، اللي بعده ما حضروه روحوا احضروا شوفوها. تمام. اليوم نحن مثل ما شايفين برا، كيف الطقس اليوم؟ والله كثير حلو بجنن. اي والله عن جد كثير حلو، بس في هوا شوي يعني. رح نحكي اليوم بهذا المقطع عن ادم، معه قصه رح اقول لكم اياها صارت معه بالبلد، يعني حيختار قصه من القصص اللي صارت. نحن صار معنا بلاوي صح؟ اي والله بلاوي زرقاء. تمام. هو حيختار قصه وانا حختار قصه، خبركم اياها هون ونشوف شو هيك ناخذ منهم شويه، يعني نتناقش فيهم شويه على السريع. كنت بدي احكي اني فيها القصه اللي صارت معي وكثير اثرت فيني شخصيا ونفسيا. هي قصه العنصريه، بتعرفوها هون مثل ما نحن بنحكي ان السويد ما في عنصريين وهيك، بتعرف هالشيء، بس للاسف فيها شيء مخبى من تحت لتحت. وبدي اقول لكم على القصه اني كنت وقت انا بحثت للايدول بسويد، برنامج الغناء ايدول. ايدول اللي هو برنامج الاغاني يعني. ايه. وقت طلعت على التلفزيون وهيك، في ناس كثير بيعرفوني انا كنت بحب الغناء وبغني وهيك، لما عرفوني طلعت على التلفزيون واحد من العنصريين شاف الفيديو للاسف، وصار اني شلون بدي اقول لكم؟ اني مثل حقد، اني بدي شلون بقولوا يعني؟ مثل اني بدي نزل من قيمتي. او يعلم عليك او يا عيني عليك عنصر يعني، بتعرف بس ضايق المهاجرين. يوم من الايام انا واخي ما حكيت شيء، يعني ما حكيت شيء بالحلقه؟ لا انا بس حكيت لما غنيت الغنيه، قلت اني بدي اهدي الغنيه لكل اصدقائي اللي ماتوا بسوريا، لان انا وعدتهم لما كنت بسوريا. أوكي. انا عرفت بدي اروح على السويد شي يوم. طيب اوكي. اني كانوا اخواتي هون واهلي، اني قلت بس اطلع واغني رح اوعدكم اغانيكم غنيه، وهن للاسف اغلبيتهم ماتوا لعمر بحياتهم. الله يخليك يا رب. تسلم حبيبي. المهم صار هالشيء يوم من الايام، كانت يوم جمعه على ما اظن، كان في عندي حفله مع رفيقي، عم بشوف غير واحد فسح لي انت دو، ولما افتل وشي ما بشوف الا البوكس عبى وشي. انا هيك بطيح، شلون بقول لك؟ دخلت فقدت يعني التوازن، عرفت شلون؟ اوكي. واخي كان جنبي، عم هو عم بحاول يهديه، وهداك بس عم بضرب هيك عشوائي. قال دافيد، عم بقول لك شبك، هدي حالك، نحن عرفنا. كان هذا الشيء يعني 2016 او هيك شيء، وقت بعد الايدول بشهر هيك شيء. اوكي. كان معنا الإقامة وهيك. كان ما معكم إقامة؟ لا كان معنا. مش نحن سمعنا إني واحد إذا بمد إيده على حدا بصير عليه نقطة سودة. هاي تعرف القصة مشهورة بالبلد للأسف، كثير مننا بنشروها وهي غلط. وأنا عملت عنا مقطع سميته وقتها إذا باكل بإيدي الشمال بتتأخر الجنسية. أنا عن جد في ناس كثير عندهم هذا الموضوع، إنه إذا بعمل كذا بتروح الجنسية. يا حبيبي ليش بتخاف؟ هاي كلها أرزاق، وما تخاف من حدا ولا تسمح لحدا إنه يتعدى عليك أو إنه كون كويس، بس مش يعني مش الطاطي يعني بالعامية، مستحيل صح. يعني ايه المهم اني بدي اقتراحي بالقضية بصراحة يعني. لك لا نحن عن جد درويش، بنسمع من ناس فهمانين ومو فهمانين، مع احترامي للكل. وانا كنت بعدني مش عامل قناة وقتها، لو عامل لا بس والله عن جد اني ما تمد ايدك على حدا حتى لو ضربك. طبعا هذا الشيء اكبر غلط عرفناه. طبعا انا عايش كوكاكولا. اوكي. المهم عشان ما بعد بالحكي يلا صح، اني صار هيك ضربني وانا تحت على الارض، ما بشوف اخوي عم بيهديه، هو عم بضرب هيك بلقشاط بايديه بجريه براسه، يعني محضر حاله عشوائي يا عيني عليك. واخوي بس عم بحاول بعده هيك، ما بشوف صار يسبسب. اختي طلعت من البلكون، سمعت صوات، كان بالليل يعني صوات عالية، اخوي عم بعيط، انا كنت بالارض هنا. عم اختي عم بتقول مين انت، ترك اخواتي وهيك وهيك وهيك، انا بدق البوليس. طيب قول لي شو صار بعدين، خبرت الشرطة مثلا ولا؟ بعدين فقت هنيك بالشارع، الشرطة عم تضربني كفوف هيك على وشي، زت مي، قال لي ادم وينك في؟ ما بشوف غير بقول له هيك على المنطقة وعلى البريد، لاني شفت وين محل الباب وهيك، بياخذ صور بوشي هيك شكلي كاس هاي. قلت له بهالجي اشوف الصورة شو شكلي. عم تعمل جواز سفر ولا؟ طيب شو غير هيك. وعلى اي حال صار هالشيء، اخذوا الصور. طيب. الصور والاجراءات وهيك. يوم الثاني انا خفت، بدي انزل دروع على الاس اف اي على الكامبوس محل يعني. كمان انتبهوا انتوا هلا، يمكن عم تفكروا
عفوا يعني بتقدروا هلا عم تفكروا مثلا بالعقليه اللي عم تفكروا فيها اليوم بعد ما صرتوا عايشين بالسويد صار عندكم معرفه بالنظام وكذا، بس انتم فكروا هو كان بعده جاي ما بيعرف شغلات يعني بعده جيت على البلد، بتعرف واحد بيكون يعني مش بقول لك اللي ما بيعرف مع التعليمات او القوانين بضله خايف بضله ما عارف يعني مشوش، فهو كان بهاي العقليه وقتها صح. يمكن لو هذا الشيء بيصير معه هلا الوضع مختلف، صار عندي خبره خلص عرفت مختلف كليا يعني. تفضل زيد فضلك يا اهلا وسهلا. اليوم الثاني ما بشوف انا واحد بخاف بصير خوف بالور شلون وانا ضروري على الاس في الساعه 7 الصبح ما بشوف هذيك الزاويه اللي كان فيها هو ثلاث شباب لابسين جلد جاكيت جلد يعني عنصر اوكي ما بشوف غير بأشروا علي انا هون قلت خلص رحت على البوليس ديركت بدون ما اروح على الاس اف اي رحت على البوليس قلت اني انا بتعرفوا انا من امبارح اجت اني خبريا اني تعديت من عنصريين وهيك عم بحطوا مراقبين تحت بالبينا يا عندي والله اني بس مشان اروح هناك يعني شلون احس حالي يعني محمي يعني طيب عليك. عشان ما نطول حكي كثير كيف عرفت انه هو عمل هيك عشان الايدول هو لاني كان ما هو عنصر عادي بس مش يعني ما شافك على الايدول لاني هو قال لي هي دو ادم عرفني بركي هو جارك او شايفك او بركي صاير معك شيء معه وانت بدون ما تنتبه مثلا لا هو لاني انا عرفت بعد لما رحنا على المحكمه وهيك عرفت اني هو كان متقصدني على الضبط اني هو حكى لحاله بس بركي هو بيتقصدك من المنطقه مش من الايدول يعني هو شافك بالحي عنده مثلا وكرهانك او شافك عارفك عربي مثلا لا والله لاني هو بعد الفيلم اني صار كلهم يعرفوا والديتي يعرف شلون اوكي على كل حال طيب هذا شو الشعور يلي تركته عندك هاي الحادثه ليش اخترت هاي الحادثه لتحكي عنها اليوم يعني اني واحد لازم دوم ينتبه على حاله اني ما يقول اني ما في هون عنصريه لا في للاسف مش جني اللي بالاسود يعني بهذا يعني مش ملائكه يعني لا والله لا والله طبعا هي ملائكه بس مو لهالدرجه مثل ما كنا بنتوقع مش الكل في ناس عنصريه عن جد يعني وفي ناس يعني عنصريتهم ممكن تقلب عنف صح مثل ما شفت شلون ضربني طبعا بس اخر شيء عرفت اني لازم واحد يدافع عن حاله اذا واحد ضربك ضربه يعني القانون ما بيمنع هذا الشيء الشرطي وقتها قال لي كمان هيك الشرطه عم بقول ادم عم بقول هيك قال له الشرطي انه قال له اذا واحد عم يضربك فيك تدافع عن نفسك هذا شيء بكل صح. العالم يعني منطق بس نحن سمعنا غلط للاسف للاسف انا دائما بحكي دائما انه ما حدا ما تخافوا ما تقولوا والله الجنسيه وملفه بصير اسود وشو تكون مثلا جبان يعني ولا تكون لا من على اول جنسيه سوري يعني بس انه صح. اذا واحد يفكر بهذا المنطق يعني بالاخير كلها ارزاق بتيجي الجنسيه يعني صح تخبركم انا هلا قصه صارت معي بعد لو تمام انا قصة صارت معي كمان يعني مثل ما قال ادم شوي صار في معنا كثير قصص نحن بالسويد بس يمكن كل فتره وفتره بنختار لكم قصه بنحكي عنها يعني انا صار معي قصة صارت اول ما جيت على السويد يعني تقريبا بعد سنه كنت بعدني بدرس لغه يعني وبتعرفوا واحد جاي لهون لاجئ وشاب عربي وكذا بتحاول دائما انك انت يعني تتعرف على صبيه تعمل عائله يعني وكذا وخطرنا انه بالسويد ما في هاي المشاكل اللي موجوده عندنا بالدول العربيه يعني ما بتفكر مثلا والله حق البيت وحق الكذا كله موجود هون يعني فما في مشكله ابدا فتعرفت على وحده كانت معنا بالمدرسه ووقتها كان عندي بيت انا عندي بيت وسياره ويعني كنت بشتغل ووضعي تمام الحمد لله ومثل ما شايفين يعني هلا صار معنا 6 سنين الحمد لله صرنا مؤسسين حياه كثير حلوه ما الانسان ببين كمان يعني شو مستقبله بعد 4-5 سنوات طالما هو عنده مشروع فايت فيه يعني. يعني اللي عم يدرس مصيره يتخرج واللي عم يشتغل مصيره يصير مثلا كذا الحمد لله والشخص ببين يعني اذا طموح ولا لا وهيك فوقتها لقيت بنت انا كويسه فلسطينيه يعني محتشمه كذا وهيك قلت ليش لا فطلبت انه انا احكي معه وكذا وخبرت طبعا من خلال ناس يعني معنا بالصف يعني صبايا يعني وهيك بتفاجأ بتقول لي الصبيه انه بعد يومين انه احكي مع اهلي وما احكي مع اهلي قلت له اوكي طبعا بحكي اكيد بحكي مع اهلي يعني ما في يومين هي ترد لك خبر يعني ما في يومين بتقول لي انه لا والله ما في نصيب وما مش الحال وكذا فسالتها ليش يعني اذا في شيء مثلا كذا فجاوبتني جواب هذا هو اللي انا بدي احكي لكم يعني عشان هيك الموضوع ضايقني كثير وقتها وحبيت احكيه عشان احنا يعني ناخذ منه دروس بتقول لي انه انا ما في نصيب لانه انا صليت صلاه استخاره وما ارتحت يعني هاي جواب انا برايي هو كارثي يعني لما بدنا تجاوب بهاي الطريقه ليه لاسباب اول سبب انه هذا بدل على انه احيانا انت لما تشوف بنت شكلها شكل واحدة محتشمة وشكلها واحدة محجبة مثلا او شيء مش بالضروره تكون هي فاهمه الدين صح هاي واحد يعني هاي شغله لازم تنتبهوا لها يعني
اثنين هذا بدل على انه هي ما فاهمه، وللاسف انا سمعت الكلام من كثير ناس ما فاهمه شو يعني صلاه استخاره. هاي شغله خطيره يعني. صلاه الاستخاره يا جماعه مش معناتها انا اذا شخص تقدم لي وانا فتت نمت وفيت ثاني يوم الصبح متضايقه، معناته انه انا الله هاي رساله من ربنا عم بقول لي انه هذا الشاب مش مناسب. لا، او العكس يعني، اذا البنت الشاب اللي عم بيعمل هيك، لانه ممكن انت تقوم متضايق من اي شيء، يمكن عندك فيش كهرباء بالبيت ولا مشوب ولا مثلا او يوم سيء مثلا، او ماكل محاشي او ملوخيه بالليل وماتك مضايقتك مثلا، فهذا غلط. فهذا الاسلوب غلط. صلاه الاستخاره معناته انه انت بتعمل هاي الصلاة بالنية الصافية وبتعيش حياتك طبيعي. إذا أنت كنت الشخص شايفه مناسب، يعني فيه مواصفات مناسبة لإلك أو لإلك، بتقومي خلاص أوكي، بتقول له ماشي أنا ما عندي مشكلة بنجرب، مخطب مثلا أو مثلا بنجرب بعض أو ما بعرف شو أنتوا عندكم، يعني هذا الشيء برجع لكم. وبعد فترة إذا الأمور تيسرت بيكون الله كاتب هذا الشيء، إذا ما تيسرت بيكون خلاص هذا هو ما في نصيب. هاي معناته صلاة استخارة، مش معناته إنه أنا بفيق تاني يوم لازم أشوف شيء، ولا هذا مش صحيح، هذا فهم خاطئ لصلاة الاستخارة. تاني شيء خطير حبيت أحكيكم فيه، إنه كتير غلط إنكم ترفضوا شخص وتحطوا السبب صلاة الاستخارة، لأنه أنتوا هيك بهاي الطريقة عم تخلوا الشخص، يعني أنت لما تيجي تقولي لي أنا إنه والله أنا صليت استخارة وما بدي إياك، معناته أنا كأني كافر مثلا، أو كأني مثلا الله عم بقول لك إنه هذا الشخص مثلا، يعني أنا مش من كفار قريش. الفكرة وهون يعني، فهمتوا الفكرة وين؟ فهذا غلط، وهون انت بتعمل ردة فعل ما حلوة عند الشاب. يعني الشاب بصير يكرهك انت وبيكره الدين كله، بصير يقول لك شو هالدين هذا مثلا، او صح، او خذ لك منا عالم مثلا، يعني عرفتي؟ وهذا الشيء مش مزبوط. لما انت ما بدك فيك في اسباب تانية ما تلزقيها بالدين، عيب وغلط. يعني فيك تقولي مثلا انا والله مش جاهزة حاليا للزواج، ما بفكر بالزواج، ممكن عم نفكر ننتقل مثلا، علي سبب مقنع الله اعلم سبب انتم بتختاروا، بس ما تلزقوها بالدين. والاصعب من هذا كله واختم فيه الحديث، اللي ضايقني اكثر من هيك، انه بعد فتره عرفت انا من شخص، انه من صبي يعني، انه هاي البنت في وحده مفسديتها، يعني في وحده كان قالت لها انه ما تحكي مع هذا الشاب او كذا، الله اعلم ليش، يمكن هاي البنت يمكن تكون هي بدها تحكي معك مثلا غيره، إيه. الله اعلم يعني، عم بتطفشه مثلا، ايه. فشوفوا كيف يعني، هي معناته طلعت اخر شيء انه هي حتى طلعت عم تخترع. طب لما شخص عم يخترع بيروح بيخترع شيء بالدين، يعني بيلزق شيء بالدين، حرام وعيب. شفتوا الفكره وين؟ وانا متاكد انه في كثير 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 صبايا بيعملوا هاي الحركه، ونصيحه لهي رساله للصبايا، هاي حركه جدا بشعه وما تسووها، لانه ما حلوه ابدا، كارثه كارثه انسانيه يعني. وهذا الموضوع طبعا صار له 6 سنين، يعني موضوع قديم جدا وانا مش ببالي نسيته يعني، بس حبيت احكيه معكم هلا لانه الموضوع انتسى يعني، بس الفائده منه يعني بعد لهلا فينا ناخذها نحن. كل جراح ترك جراح بالضبط يعني، جراح. المهم هذا اللي حبينا نحكي فيه، هاي قصه ادم حكى عنها عن العنصريه، انا قصه شيء ثاني للمجتمع، عن الدين، عن الصبايا والزواج بالاسود. معنا شيء ثاني نقوله، عندك شيء تقوله؟ لا والله اكيد. تمام، خلص كل شيء احنا. ممتاز، ان شاء الله يكون المقطع عجبكم، وهيك من القلب هو عفوي يعني جدا. ديروا بالكم على حالكم، بنشوفكم ان شاء الله مقطع جاي، وراح اعمل كمان انا وادم كذا مقطع ان شاء الله قريبا، راح نغني اكيد في مقطع نعمله اغاني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، هو بغني جبلي انا بغني رايم، مش عارف كيف حيزبطوا بعض. المهم مع قهوه بنشوف. شكرا جدا، ديروا بالكم على حالكم، بنشوفكم ان شاء الله على خير. من هون لوقتها نترككم بشو؟ بامان الله. ما فينا غير نقول الله، مع السلامه. السلام عليكم.